السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. معكم سهام، نتمنى تكونوا بألف خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي، معظم فيديوهاتي في القناة غادي يكونوا وصفات بمكونات صحية، واليوم غادي نحضر معكم كيكة صحية بدون دقيق أبيض وبدون سكر. نتمنى هذه الوصفة تعجبكم وتحضروها، وإذا عجبكم الفيديو ديروا أبوني وشجعوني بلايك. غادي نحتاجوا في مكونات الكيكة كأس من دقيق القمح الكامل اللي نخلط مع دقيق الشوفان، نصف كأس زيت زيتون، قبصة ديال الملح، زوج بيضات، خميرة الحلويات غادي نحتاجوا ساشي ونصف، نصف ملعقة قرفة، شوية ديال الكاوكاو مقرمل ومهرمش. غادي نحتاجو هنا 7 ديال التمرات، خويت عليهم كأس ديال الحليب سخون، كنعبر بكأس العنبة، هذا عنده نفس قياس كأس العنبة. وبالنسبة للتزيين غادي نحتاج تفاحة محكوكة، معلقة كبيرة ديال النيدو والمكسرات، غادي نحتاج شوية ديال التمر، شوية ديال القرقاع، شوية ديال العنب، اللوز وكاوكاو. بإمكانكم تستعملوا أي مكسرات عندكم في الدار. غندير الحليب في الخلاط الكهربائي، وغادي نضيف عليه زيت زيتون وزوج بيضات وقبصة ديال الملح وشوية ديال القرفة.